السلام عليكم خشي طلبه، ان شاء الله في هذا الفيديو نخدموا واحد ليكزيرسيس في الثيرموديناميك، واللي من خلاله غادي نتعرفوا كيفاش نكالكيليو لو طرافاي لا كونتيتي دو شالور في ترانسفورماسيون ايزوبار ترانسفورماسيون ايزوكور، وهذا الشيء في دياغرام دو كلابيرون. هذا هو ليكزيرسيس ديالنا كيقولك اون كونسيدير لا ترانسفورماسيون سيكليك ريفيرسيبل دي مود دو غاز بارفي، نعتبرو التحول الدوري. ريفيرسيبل اشنو كتعني ريفيرسيبل؟ كتعني بانك تمشي من ليطا وكترجع لهذيك الليطا، بمعنى في هذا الشكل عندنا ترانسفورماسيون ريفيرسيبل، بمعنى مشاتني من ليطا 1 2 3 4 ورجعت ل 1، هذه هي ريفيرسيبل. كتمشي من واحد النقطه وكترجع لها. الا قالك ان ريفيرسيبل كتمشي من هذيك النقطه وما كترجعش، كتمشي من 1 وما كترجعش، ما كتضربش دوره وترجع لها. دي مول دو غاز بارفي، بمعنى ان ايغال 1 مول نوفو دو مول دو غاز ايغال 1، représenté par un rectangle sur le diagramme de Clapeyron. عندنا في هاد الترانسفورماسيون كدير لينا أربعة ديال الزوايا، فاش في هاد الدياغرام دو كلابيرون اللي كيكون بدلالة لو فوليم و لا بريسيون. نجيو نفهمو هاد الدياغرام مزيان. هنا عندك نقطة 1 2 3 4، هاد النقطة 1 شنو بغاو قصدو؟ بغاو قصدو بأنها عندها بي 1 و في 1 و تي 1، هاد النقطة 2 عندها بي 2 في 2 و تي 2، هاد النقطة 3 عندها بي 3 في 3 و تي 3، ياك؟ ولكن هاد في 3 راه كتساوي في 2، وهاد بي 3 راه كتساوي بي 2. وفي هاد النقطة الرابعة عندنا بي 4 في 4 و تي 4، لكن في 4 اشنو كتساوي؟ كتساوي في 1، بي 4 كتساوي بي 2. هادو هو ليكزيرسيس ديالنا. أول سؤال غنطلقو منو كيقولك كالكيلي لو طرافاي لا كونتيتي دو شالور إيشانجي أون كور دو شاك ترانسفورماسيون. خاصنا نكالكيلي لو طرافاي أو كونتيتي شالور في أي ترانسفورماسيون. شناهي ترانسفورماسيون؟ هي من واحد لجوج، هادي ترانسفورماسيون. من جوج لتلاتة ترانسفورماسيون، من تلاتة لربعة ترانسفورماسيون، أو من ربعة لواحد ترانسفورماسيون. كل ترانسفورماسيون نكالكيليو فيها لو طرافاي اي لو كونتيتي دو شالور. وهذا الشيء قالك اونتر لي سيستيم غازو اي لي ميليو اكستيريور اون فونكسيون دو غاما اي دي كوردوني انديكي دون لو دياغرام. خاصنا نكالكيليو طرافاي كونتيتي دو شالور اون فونكسيون دو ماذا؟ بدلالة ماذا؟ بدلالة هاد غاما ولي كوردوني اللي كاينين في الدياغرام بي 2 و بي 1 و في 1 و في 2. نجيو نجاوبو على هاد التمرين. حنايا الا بغينا نكالكيليو لو طرافاي عندنا واحد العلاقه اللي كتقولك دي روند لو طرافاي ايغال موان بي دو في. دور ترانسفورماسيون الاولى من ا حتى لجوج كنديرو، من ا حتى لجوج كنمشيو للدياغرام ديالنا، ومن ا حتى لجوج اشنو عندنا؟ عندنا البريسيون كونستونت بي 1 كتساوي بي 2، حيت كيف كتلاحظوا معايا هذا هو المحور ديال البريسيون. ومن هنايا من ا حتى لدو شنو هي الحاجه اللي ما كتغيرش؟ هي البريسيون ماشي لو فوليم. الفوليم راه كيمشي من في 1 حتى لفي 2، هنا ماشي هو لي كونستون. البريسيون هو لي كونستون من في 1 حتى لبي 2. كنقولوا بان بي 1 كتساوي بي 2. اذا لو طرافاي من 1 2 شنو كيساوي؟ كيساوي موان بي 1 حيت هنا عندنا بي 1، وكتفاري لينا مناش؟ من في 1 حتى لفي 2 دي 2 في، هذه هي العلاقه. دونك هي موان بي 1 وكنديرو ليطا فينار موان ليطا انيسيال، اي في 2 موان في 1. احنا خرجنا لو طرافاي في ترانسفورماسيون من 1 حتى 2. نجيو لو ترانسفورماسيون من 2 حتى 3. الى جينا من 2 حتى 3 شنو هو اللي ما كيتغيرش؟ هو لو فوليم. لو فوليم كونستونت، في الحاله كنقولوا بان في 2 كتساوي في 3، ياك؟ اذن احنا في العلاقه شنو عندنا؟ عندنا دي 2 في، وهنا شنو هو اللي قلنا كونستونت؟ لو فوليم. هاد ترانسفورماسيون كنقولوا لها ايزوكور، ياك؟ اما هاد ترانسفورماسيون كنقولوا لها ايزوبار، اللي حسبنا في الاول ايزوبار، هادي ايزوكور كيكون فيها لو فوليم كونستونت، شي حاجه ثابته. ولا شي حاجه ثابته ودرتي لها الشقاق شحال كتساوي؟ كتساوي زيرو. اذا لو طرافاي دائما لو طرافاي الا كانش في لو فوليم كونستون دائما لو طرافاي ايغال زيرو. عقلوا عليها. مشاو ترانسفورماسيون من 3 ل 4، هاتشوما من 3 حتى 4 اشنو عندنا؟ عندنا بي 3 ايغال بي 4، حيت هنا شناهي لي كونستون؟ هي لا بريسيون، هاهي كونستون. كنقولو بي 3 ايغال بي 4، دونك لو طرافاي كنطبقو العلاقة لو طرافاي من 3 ل 4 شنو كيساوي؟ موان مناش من في 3 حتى لاش حتى لفي 4،
بي تي دو في، ومن 3 حتى 4 شنو عندنا حتى بي 2 كنديروه هنايا عندك مع هاد الموان ديال بي كنديرو موان بي 2 ليطا فينالمون موان ليطا انيسيال اي في 4 موان في 3 ها هي درناها. دونك حتى كتجي هاد في 4 ها هي في 4 فين جات لو فوليوم اللي كيقابلها شنو هو في 1 ها هي حطينا في 1 وفي 3 لو فوليوم اللي كيقابلها شنو هو في 2 حطينا في 2 حيت قالك اون فونكسيون ديال داكشي اللي كاين في الدياغرام مفهوم. دابا غنمشيو من ليطا 4 ليطا 1 من ليطا 4 ليطا 1 شنو عندنا عندنا ترانسفورماسيون ايزوكو شنو هي لي كونستون شنو الفوليوم ما كيتغيرش في 4 ايغال في 1 شنو قلنا الا قال الفوليوم كونستون لو طرافاي شنو كيساوي كيساوي دائما زيرو دائما لو طرافاي زيرو علاش اللي عندنا تقولي لو فوليوم كونستون من 4 3 هذا بالنسبه لو طرافاي خدمنا دابا لو طرافاي غير في جوج ترانسفورماسيون ايزوبار وايزوكور هذه هي الطريقه كيفاش كنكاركيرو لو طرافاي ترانسفورماسيون ايزوبار ايزوكور نجيو دابا الكونتيتي تشالوغ كونتيتي تشالوغ اللي الرمز ديالها كي كل ترانسفورماسيون عندها العلاقه ديالها غادي تلقاو الغيزيمي ديال الثيرموديناميك الرابط ديالو اسفل الفيديو المهم هو كيفاش كنطبقوا العلاقه بالشكل ديالها الصحيح نجيو دابا الكونتيتي تشالوغ دابا غنحسبوا كونتيتي تشالوغ من 1 2 من 2 3 3 4 و 4 5 نبداو من 1 حتى 2 من 1 حتى 2 اشنو عندنا عندنا ايزوبار البريسيون كونستانت كيف كتلاحظوا هنا البريسيون كونستانت ثابت هنا فاش كيكون عندنا بريسيون كونستانت كيف كتلاحظوا معايا العلاقه ديالها ديال الكونتيتي تشارج شنو كتساوي كتساوي سي بي ام تي فينال موان تي انيسيال هاد سي بي كتساوي ان غاما ار سير غاما موان ز حنايا عندنا ان مول هاد ان واحد كتساوي واحد يعني فما يقولك ان مول ان كتساوي واحد تايا غادي تطبق هاد العلاقه غادير كي من واحد لجوج شنو كتساوي هي الانتيغرال من تي ا حتى تي دو حيت هنا عندنا دي دو تي ماشي بحال لو طرافاي كيكون دي دو في هنا دي دو تي من تي ا حتى تي دو سي بي دي دو تي كتساوي هي سي بي عامل تي فينال مو تي انيسار هي تي دو مو تي ان وهاد سي بي جينا عوضناها بالقيمة ديالها هي غاما اخ سي غاما موان ز عامل تي دو مو تي ان هومايا اشنو قالك قالك خاصك تجبد لي الكونتيتي تشالوغ لو طرافاي اون فونكسيون دي كوردوني اللي كاينين في الدياغرام بما انا خاصك تجبدها بدلالات بي ان ولا بي دو في ان ولا في دو دونك هنا خرجني الكونتيتي تشالوغ انا راه حسبناها صحيحه ولكن هما قال لك اون فونكسيون دو بي 2 بي 1 اي في 1 في 2 هنا خرج لنا تي 2 و تي 1 دونك هاد تي 2 و تي 1 خصنا نعوضوهم كيفاش كنديرو انطلاقا من الواد وغاز بارفي بي في ايغال ان ار تي هنا عندك تي 2 كدير بي 2 في 2 ايغال ان ار تي 2 عندك تي 1 كدير بي 1 في 1 ايغال ان ار تي 1 كيف درنا هنا هاد ان حيدنا لان كتساوي واحد مون دينا بي ان في ان ايغال ار تي ان مفهوم وخرجنا تي ان كتساوي بي ان في ان سير ار وغنخرجو تي دو تي دو هي بي ان في دو ايغال ار تي دو و بي دو كيف كتلاحظو معايا راه كتساوي بي ان هاد بي دو هادي حيت عندنا ايزوبار عندنا البريسيو كونستون دونك بي ان كتساوي بي دو دونك هاد بي دو راه هي بي ان وخرجنا تي دو كتساوي بي ان فوا في دو سيغ ار ومن بعد شنو درنا درنا تي دو موا تي ان هادشي اللي عوضناه في العلاقة بعد ما عوض درنا تي دو موا تي ان كيف كتلاحظو معايا هنا كاينة بي ان وهنا كاينة بي ان دونك غتعمل بيها هي عامل في دو موا في ان هاهي عملنا بيها وغتشد هادشي غادي تعوضيه في هادشي اللي خرج لينا وغتمشي واحد اغ مع واحد اغ ياك وغتبقى غاما على غاما موان ز فوا بي ان عامل لي في دو موان في ان دي فورم نجيو دابايا ترانسفورماسيون من جوج حتى ثلاثة من جوج حتى ثلاثة اشنو عندنا عندنا ترانسفورماسيون ايزوكور الفوليوم كيكون كونستانت كيف كتلاحظوا معايا من جوج حتى ثلاثة الفوليوم كونستانت
فاش كيكون الفوليوم كونستونج هاد كونتيتي تشارج شنو كتساوي؟ هي السي في عامل التفينار مواد انيسيال، وهاد السي في كتساويها ان ار سي غاما موانز فوم. دونك تي كتجي كدير كونتيتي مناش من جوج حتى ثلاثة، اشنو كتساوي؟ كتساوي هاد السي في لانتيغرال من تي دو حتى تي تخوا دي دو تي. السي في هي ار سي غاما موانز، وهاد ان كيف قلنا هي راه ان مول، حيت هما قالك اون مول كتعطيها واحد. جينا هنايا هي غادي تعطيك هي عاودنا هاد السي في بقيمة ديالها ار على غاما موانز تي فينال مو تي انيسيال هي تي تخوا مو تي دو، ياك؟ كديري كي خرجتني لها تي تخوا و تي دو هما قالك اون فونكسيون دي كوردوني اللي كاين في الدياغرام. دونك خاصنا نخرجهم من طريقة من غاز لوا دو غاز بارفي. عندك هنا دوب تي تي دو كدير بي دو في دو ايكال ار تي دو، ياك؟ وكيف كتلاحظوا معايا هاد بي دو اللي جيتو هنايا بي دو فين هي هاد؟ اشنو كتساوي هاد بي دو؟ كتساوي بي ان. هاي هاد بي دو جات هنايا، هاي غادي مع بي ان، هاي درنا غير بي ان. وغادي عاوتاني بي تخوا في تخوا ايكال ار تي تخوا، وهاد بي تروا هادي اللي جيتو تشوفو مقابله مع شناهو بي دو، هاد بي 3 كتساوي بي 2 هما هاي في الدياغرام اسقاط بي 2. دونك غادي تاخد نتايا هادو، تاخد هادو ياك، غادي تخرج منهم شناهو؟ غادي تخرج منهم هاد تي 3 وغادي تخرج تي 2 وغادي تي 3 موان تي 2. هادشي اللي درت، خرج من هنايا تي 2 يا بي 1 فوا في 2 سير ار، وخرج من هاد العلاقة تي 3 كتساوي بي 2 في 2 سير ار. ومن بعد درت تي 3 موان تي 2، هاد تي 3 نقص من هاد تي 2 هيا. ومن بعد كيف كتلاحظوا معايا هنايا، فهاد هنايا كاينه كاينه في 2 وهنا كاين في 2، في 2 عامل لي بي 2 موان بي 1. وغتشد هادشي كنعاودو فين؟ كنعاودو في تي 3 موان تي 2. كيصبح لينا بحال هاد الشكل هذا، هاد ار لي فوق كيمشي مع هاد ار لي تحت، وكتعطي كونتيتي من جوج حتى ثلاثة، هي واحد على غاما موان ز مضروبة في 2 عامل بي 2 موان بي 1. من بعد غنجيو ترانسفورماسيون من 3 حتى 4. من 3 حتى 4 شنو عندنا؟ عندنا ترانسفورماسيون ايزوبار، البريسيون كيكون كونستانت. فاش كيكون بريسيون كونستانت؟ هادي راه بحالها بحال الاولى اللي شفنا من واحد حتى لجوج، راه بحالها. فاش كيكون بريسيون كونستانت كنديرو كي ايغال سي بي عام تي فينا مو تي انيسيار، و هاد سي بي ان غاما ار سي غاما موان ز. هادشي اللي درنا كي من 3 حتى 4 شنو هو؟ كتبان لينا من تي 3 حتى تي 4 سي بي تي تي. سي بي هي غاما ار سي غاما موان ز عامل تي 4 موان تي 3. من بعد خرجنا هاد تي 4 و تي 3 من خلال لوا دو غاز بارفي، درنا بي 3 في 3 ايكال ار تي 3. و الى جيتي تشوف معايا هاد بي 3 اشنو كتساوي؟ هاد بي 3 في ديال جات هنايا و الى درتيها مع الاسقاط شنو كتساوي؟ كتساوي بي 2. هاي بي 3 كتساوي بي 2، وهاد في 3 الى درت الاسقاط مع تاع شنو كتساوي؟ في 2. هاي في 2. كيف كتلاحظوا معايا عندنا ترانسفورماسيون ايزوبار، واللي كتعني بان بي 3 كتساوي بي 4. دونك هاد بي 4 هادي درناها هي راهي بي 3، في 4 ايكال ار تي 4. كيف كتلاحظ معايا هاد بي 3 كيف شفنا الفوق هنا شنو كتساوي؟ بي 2. هاي بي 2. وهاد في 4، في 4 فين جات؟ ها هي فين جات. ولي درتي الاسقاط على حساب الفوليم راه كتساوي في 1، هاد في 4 كتساوي في 1. عوضناه هنا. من بعد كتخرج ما بين هاد العلاقه كتاخد هاد الجوج، ياك؟
وكتخرج من هنا دي 3 هي بي 2 فوا في 2 سير ار، وكتخرج دي 4 هي بي 2 في 1 سير ار، وكدير دي 4 موان دي 3. كيف كتلاحظوا معايا هنايا كاين هنا بي 2 وهنا بي 2، اذا بي 2 عامل في 1 موان في 2 سير ار، وهادشي اللي خرج لك هنا كتعوضيهن. هو عوضناه واحد اغ الفوق بشي مع واحد اغ لتحت، غتبقى الكونتيتي من 3 حتى 4 هي غاما سير غاما موان زان مضروبة في بي، بي 2 عامل في 1 موان في 2. هنايا في 1 موان في 2 حنا خص تكون الكبيرة ناقص الصغيرة، ياك ها في 1 في جات وها في 2، دونك بحال هكا شي هنا شي حاجة صغيرة نقصنا منها شي حاجة كبيرة، دونك خصنا نديرو في 2 ناقص في 1. قلنا تيتا فينار موان تيتا انيسيال، ياك كتولي هنا كتقلبهم، ملي كتقلبهم كدير واحد الموان، هايا كتولي في 2 موان في 1 وكدير واحد الموان. نجيو دابا يا ترانسفورماسيون مناش من 4 حتى لواحد، من 4 حتى لواحد شنو عندنا؟ عندنا لو فوليوم كونستونت. فاش كيكون لو فوليوم كونستونت كنديرو هاد العلاقة كي كتساوي سي في تي فينار موان تي انيسيال، كتجي لنا كدير كي من 4 لواحد هي من تي 4 حتى لتي ان، سي في تي تي سي في هي ار سي غاما موان زان تي ان موان تي 4 كنقلبو كنخرجو تي ان و تي 4. كدير تي بي 4 في 4 ايكال ار تي 4. كيف كتلاحظو معايا هاد بي 4 هادي فين جات؟ جات هنا. وهاد بي 4 هادي شنو كتساوي؟ كتساوي هاد بي 2. وهاد في 4 هاي جات هنايا، وفي 4 شنو كتساوي؟ كتساوي في 1. هاي حطينا وخرجنا تي 4 هي بي 2 في 2 سير ار، وهادي بي 1 في 1 ايكال ار تي 1 خرجنا تي 1 هي بي 1 في 1 سير ار، هي معروفة. من بعد كدير تي 1 موان تي 4. منين كدير تي 1 موان تي 4؟ كيف كتلاحظ معايا هنا في 1 وهنا في 1، في 1 كنعملو به عامل بي 1 موان بي 2 سير ار، كنشدو هادي كنعوضو.